اخر خبر عندي قبل ما اروح لفاصل وتقرير، رونالدو هو الرياضي الاشهر على مستوى العالم من كل رياضيين العالم، هو الاشهر، نجم من نجوم كرة القدم، رقم واحد زي ما بنقول كده، هو في التوب، كريستيانو رونالدو ترتيب العشر الاوائل كده، ليبرون جيمس، بعدين ليونيل ميسي رقم ثلاثة، نيمار دا سيلفا، ماجري جور ده طبعا ملاكم زي ما حضراتكم عارفين، كان اكل علقة الحقيقة من حبيب جامدة جدا في اخر ماتش، كان ماتش القرن ده، معرفش ليه حبيب مش محطوط من ضمن الاسماء رغم ان هو متغلب عليه، بس ما علينا. فيدرر رقم ستة، فيرات كولي رقم سبعة، تمانية رافائيل نادال، ستيفن كوري رقم تسعة، وأخيرا تايجر وودز رقم عشرة. تقرير هنشوفه مع حضراتكم عن قرع الدوري أبطال أوروبا واللي خلت الأمر بالنسبة لنا شوية مريح، ليفربول هيواجه بورتو، برشلونة نفس الأمر، العملية هتبقى بالنسبة له سهلة إنما في ماتشات هتبقى صعبة جدا جدا. تعالوا نشوف مع حضراتكم التقرير منه إلى فاصل، بعدها استقبل ضيفي كابتن حسين السيد. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد القرعة التي أجريت في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن أربع مباريات متوازنة تجمع ما بين الفرق الثمان التي ترشحت لهذا الدور، إلا أنها منحت وعدا لكل محبي كرة القدم الأوروبية بمباريات في منتهى القوة في نصف نهائي البطولة المشتعلة. جاءت أولى مباريات دور ربع النهائي بين يوفنتوس وأياكس أمستردام في مواجهة تجمع بين الفريق الذي بات يعتبره الكثيرون المرشح الأول اللقب بعد العودة التاريخية التي قام بها أمام أتلتيكو مدريد بفضل نجم الفريق كريستيانو رونالدو وأحفاد يوهان كرويف والذين قدموا عودة استثنائية أخرى بالفوز على ريال مدريد في قلب سانتياغو برنابيو برباعية مقابل هدف. أما ثاني المباريات فأسفرت عن مواجهة إنجليزية بين مانشستر سيتي وتوتنهام في مواجهة بين فريقين يخوضان صراعات قوية في الدوري سواء على اللقب بالنسبة لمانشستر أو المركز الرابع في حالة توتنهام، ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من هاتين المباراتين في نصف النهائي في مواجهة قوية للغاية ستجمع من يتخطى منافسه في هذه المرحلة. أما في الجهة الأخرى فسيلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب مفاجأة إقصاء باريس سان جيرمان في قلب حديقة الأمراء في مواجهة تعيد للأذهان نهائي البطولة عامي 2009 و2011، فيما سيلتقي ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح مع بورتو البرتغالي في مباراة تحمل الكثير من الألغاز، علما بأن رفاق صلاح يخوضون صراعا داميا على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي. ومن المنتظر أن تقام المباريات يومي 9 و10 من أبريل المقبل في مرحلة الذهاب على أن تقام مباريات العودة أيام 16 و17 من الشهر ذاته ليتواصل الصراع على أمجد الكؤوس الأوروبية وأقوى بطولات الأندية على مستوى العالم.